السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في درس جديد وفيديو جديد في قناة رندا أم هيثم. اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس على الشبيكة، الحصيرة ديال الشبيكة. غنديروها بستة ديال الغرز إن شاء الله. أنا سبق لي درت هاد البداية هادي ديال بناء الغرزة باش نختصر شوية الوقت. غادا نرجعو إن شاء الله في جميع ديال الغرز هادي جوج، دائما كما كنقول حساب الراندا، راندا هي الحساب. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. غنضربو في الثوب كما كنقول، دائما ما نشدوش بزاف في الثوب ونحاولوا ما نبعدوش بزاف ما بين الغرز. نضربوا الغرزه الاولى، غنقزوا الثانيه، غنضربوا الغرزه الثالثه، غنقزوا الغرزه الرابعه، غنضربوا الخامسه، ونضربوا السادسه. هذا نرجع كل غرزه نقزناها غادا نعوضوها بجوج الغرز. غنضربو الغرزه الاولى، هذه اللي نقزنا غادا نعوضوها بجوج ديال الغرز، هذه الاولى وهذه الغرزه الثانيه. هذه ثاني غنديرو فيها جوج ديال الغرز، هذه الاولى الثانيه. غنضربو هاد الغرزه هادي، دابا غنضربو تاني مباشره في الثوب. دابا شنو غادا نديرو؟ غادا نقزو هادي الاولى وغنجيو نضربو في هادوك جوج ديال فهاديك العين اللي جات ما بين جوج ديال الغرز ديال هاديك العين، هي كتولي كلها مشبكه. غادا نقزو تاني هادي ونضربو في هادوك الوسط ديال هادوك جوج الغرز، غنقزو تاني هادي ونضربو في الاخير. من بعد غتولي راندا كلها على شكل عوينات، كلها غادا تجي مشبكه. دائما غنرجعو كل عين نقزنا كما كنقول كنعوضوها بجوج ديال الغرز هكا بهذه الطريقه حتى كنكملو. هنا جوج ديال الغرز، وهذه يمكن لكم ديروها على 10 على 12 العدد اللي بغيتو. كل ما كتكبروا العرض كل ما كتجي تاني الشبيكه واضحه. غنضربوا تاني وسط ديال هاد جوج غرزات اللي درنا في هاد العين، وغننقزوا هذه وغنضربوا تاني مباشره في الوسط ديال هاد العين. غننقزوا هذه نضربوا تاني هنا، دائما كننقزوا غرزه وكنضربوا في الغرزه اللي حداها. نضربوا في هاد الغرزه، نضربوا في الغرزه الاخيره هكا، نضربوا ثاني في الثوب. غنرجعوا ثاني نعمروا، نضربوا الغرزه الاولى. نتمنى تكون الخدمه واضحه. هاد العين اللي نقزنا نعوضها بجوج الغرز، دائما كنرجعوا هادوك العدد ديال الغرز اللي بدينا فيهم، يعني دائما خصنا نرجعوا 6 ديال الغرز. هذه الثالثة، 4، 5، وهاد الغرزة الأخيرة اللي هنا هي السادسة. دابا غادا نعاودو نضربو في الثوب، كنستمرو غنضربو الغرزة الأولى، عفوا غنقزو الغرزة الأولى، غادا نضربو الوسط ديال هادوك جوج الغرز اللي جاو في العين، نقزو هادي ونضربو تاني في هداك الوسط، نقزو هادي ونضربو في هادي هكا بهاد الطريقة. عاودو نضربو في الثوب، هي سهلة كتجي أنيقة وحتى كتبدلو الشكل ديال الحصيرة.
المهم هذا هو المبدا، وهذه هي الطريقه انكم كتضربوا دائما غرزه وكتنقزوا غرزه. المهم دائما فاش كترجعوا خصكم ترجعوا العدد الاصلي ديال الغرز، حاولوا ما امكن الدقات ديال الثوب يجيونا مقادين. نضربوا دابا هنا الوسط، دائما المره الاولى كنقزوا وحده وكنضربوا في الثانيه، فاش كنرجعوا كنعمروا، وفاش كنعاودوا نوليو كنقزوا وحده ونعمروا وحده. المهم الخلاصه دائما كنلقاو عندنا 6 الغرز، يعني الغرز ديال البدايه هما نفسهم اللي كنرجعوا في الاخير ملي كنبغيو نرجعوا. هيا نضربوا الغرزه الاولى، هنا غنعمروا بجوج الغرز، هي 3، جوج هي 3، 4 هذه 5، وهذه هي الغرزه السادسه. يعني دائما كنرجعوا للسته ديال الغرز. خدم معكم شويه باش تزيدوا تفهموا الطريقه اكثر. نعاود نضرب الغرزه الاولى، هيا نقزو ثاني هذه ونضربوا في هذا جوج ديال الغرز. حاولوا ما امكن دائما نهزوا الغرزه كامله باش ما تجيناش غاده مش نتفى بهذا الشكل هكا. دابا غنعاودوا نضربوا في الثوب. مهم دائما صف كيجيونا فيه جوج العيون، الصف اللي من وراه كيجيو ثلاثه العيون، جوج العيون، ثلاثه العيون، جوج العيون. دابا هذا الصف حتى هو غيجينا فيه ثلاثه العيون. بحال هكا كتعرفوا الخدمه راها غادا عندكم صحيحه 100%. وهذا هو المبدا حتى في الرانده ديال العقيق، حتى هي ان شاء الله غنبدا نحطها لكم في الدروس الماشيه. انا البنات نستمر نخدم شويه ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي. كنتمنى اللي اول مره دخلت عندي القناه تابونا وتفعل زر الجرس باش دائما يوصلها الجديد ديال الفيديوهات قناه رندا ام هيثم. نتمنى ان الشرح ديالي يكون دائما في المتناول، ونزيد نحببكم في الصنعه. ما تنساونيش من تعاليقكم دائما فاش كيسالي الخيط، انا كنبغي دائما نكررها لان بزاف الاخوات كيوحلوا فاش كتسالي لهم كيسالي الخيط فشي خدمه ما كيعرفوش كيفاش يبداو. البلاصه اللي انتهيتي منها هي اللي كتبدا، كنحاول نزير هذاك العقده باش ما تحلياش. كنخشي هذا في الوسط وغنعاود ندير خيط جديد وغنكمل الخدمه ديالي كيف ما بديت. المهم انا غنخدم شويه ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هو البنات، هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خدمت شويه. المهم كما قلت لكم كتجي حصيره وحده ولكن فيها هاد الثقوب هكا. المره الاولى كيجيوك جوج ديال الثقوب، من بعد 3، جوج، 3، وكتبقاي غدا مستمره بهذه الطريقه بعدد الغرز اللي بغيتو. يا البنات انا بديت بستة غير باش نوريكم الطريقه والمبدا ديال الخدمه ونسهلها عليكم. نتمنى ان درس اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، واني توفقت في الشرح وبسطته لكم حطيت لكم زعما بطريقه بسيطه باش اي وحده اي مبتدئه دخلت الفيديو تمكن من الطريقه ديالو. ما تنساونيش كما قلت لكم اللايك وجيم وتعليقكم المحفزه وتفعلوا زر الجرس. مرحبا بكم في قناه رندا ام هيثم. ما تنساوش بطبيعه الحال تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وعائلاتكم او لاي واحد محتاج لهذا الدرس هذا. شكرا للتتبع ديالكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.